bring them out, bring them out, bring them out, bring them out. It's hard to yell when the barrel's in your mouth. Woo! Bring them out, bring them out. 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 سيارة المكلارين MP4 12C هي سيارة رياضية من صناعة شركة السيارات الإنجليزية مكلارين. هي أول طراز يتم تصميمه من سيارات المكلارين من بعد سيارة المكلارين F1. تم الانتهاء من تصميمها في 8 سبتمبر 2009 وبعد ذلك تم إطلاقها العام الماضي. الـ MP4 12C محركها ميد إنجن من نوع مكلارين M838T بسعة 3.8 لتر بثمان اسطوانات وشاحنين توربينيين توين تيربو. تصل قوة المحرك إلى 592 حصان وناقل السرعة في سيارة المكلارين MP4 12C بسبعة تبديلات. السرعة القصوى لها تصل إلى 330.5 كيلومتر في الساعة. يمكن للMP4 أن تنطلق من 0 إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 3.3 ثواني، ومن 0 إلى 200 كيلومتر في الساعة خلال 8.9 ثواني فقط، حيث يمكنها التوقف تماماً من 200 كيلومتر في الساعة إلى 0 في 5 ثواني فقط، ويمكنها أيضاً التوقف من 100 كيلومتر في الساعة إلى 0 خلال 30 متر، وهذا يضع قوة مكابحها ضمن أقوى أنظمة المكابح في السيارات الرياضية.